هل يجوز التخليط بين القراءات أو روايات؟ أي طبعا لا يجوز، لا يجوز الجمع بين القراءات في قراءة واحدة إلا إذا انتهى السياق. افترضنا مثلا في سورة الأعراف يمكن أن يقرأ بقراءة مثلا في قصة نوح، وقراءة أخرى في قصة هود، وقراءة ثالثة في قصة ثمود، وقراءة رابعة في قصة لوط، وهكذا. لكن أن يأتي بالقراءات كلها في سياق واحد لا يجوز إلا عند الامتحان أو الاختبار. وهذا قد شاهدته بنفسي، قد شاهدته بنفسي أن أحد المشايخ المتقنين الكبار اختبر أحد الشيوخ في آيات أو في عدة آيات بكل القراءات الموجودة، نفس الآيات. لا، بالنسبة للصلاة اقرأ بما يعرف الناس، اقرأ بما يعرف الناس، لأنك إذا قرأت بما لا يعرفون ظنوا هذا خطأ فردوا عليك، فتستمسك بما تقول فيردون عليك. إن الذين آمنوا، تقول إن الذين آمنوا، واحد اللي وراك إن الذين آمنوا، أنت إن الذين آمنوا، إيه بقى اللي يحصل بقى؟ لك أن تتصور هذا الأمر، أمر في ساعة بقى أنت منفرد. من كان علما بقراءة يجوز أن يقرأ بها لا بأس، ولكن لا يفتن الناس بقراءته، لا يفتن الناس بقراءته.